الحسنة والأمر بالمعروف حنصالح الدنيا على دين جميل مألوف فينصر المظلوم ويطعم المحروم ويطمن الملهوف اللهم صلي وسلم, وسلم عليه صلي وسلم عليك يا حبيب الله يا ربي صلي على الحبيب المصطفى وارزقنا سعيا بين المروه والصفا الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله اعزائي المشاهدين يتجدد اللقاء بحضراتكم في يوم جديد من ايام شهر رمضان مبارك يوم من ايام موعظتكم الموعظه الحسنه كل عام وانتم بخير، النهارده هنكسر قاعده البرنامج وان احنا في قصصهم عبره ان احنا النهارده نتكلم عن زكاه الفطر، زكاه الفطر اللي, اللي الناس كلها بتسالنا عنها واللي الناس كلها بتحتار فيها، قلنا نعملها السنه دي بدري شويه. أه نعملها السنه دي بدري شويه علشان خاطر الناس اللي بتسال ينفع نخرجها امتى او ازاي او ما الى ذلك، هاتها كده شويه. <applause> ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم. طيب، بنتكلم عن زكاه الفطر النهارده وبنقول ان ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الصيام شرع له عبادات متممه له، يعني ايه عبادات متممه له؟ يعني عبادات بتكمل الصيام. ليه ربنا شرع العبادات دي؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. يعني ايه ربنا قال الا الصوم فانه لي وانا اجزي به؟ يعني دي العباده اللي انا ارتضيتها لنفسي، الصلاه بتاعتك والصوم بتاع والزكاه بتاعتك والحج بتاعك الا الصوم فانه لي. العلماء لما اتكلموا في فكره الا الصوم فانه لي اتكلموا في ان من معاني الا الصوم فانه لي انه هو العباده الوحيده التي قصد الله بها وحده. يعني في الديانات المختلفه كلها ممكن تجد واحد بيسجد لصنم بيقدم قربان مش عارف ايه، لكن ما تجدش حد بيصوم لحد. مش موجودة إلا الله تبارك وتعالى فأصبحت عبادة خاصة برب العزة سبحانه وتعالى وأراد الله لهذه العبادة أن تقبل فعمل حوالين العبادة دي مجموعة عبادات ترفع هذه العبادة وعبادة الصيام يعني من جملة العبادات القرآن والدعاء والصدقة والذكر والصلاة على سيد رسول الله وبر الوالدين وكمان زكاة الفطر وأنا بعتقد إن زكاة الفطر أقواهم في جبر الصيام، يعني أقواهم في صيانة الخلل اللي بيصيب الصيام بتاعك. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أوجبها في رمضان أصبحت واجبة. مش زي القرآن ممكن تقرأ صفحة ممكن بكرة تتعب مش زي الصدقة أنت وطاقتك ففيها تخير لكن زكاة الفطر أصبحت واجبة. فمعنى كده انها اقوى هذه العبادات في رفع ايه؟ الصيام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث بيروي سيدنا عبد الله بن عمر بيقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. فعرفنا من الحديث ان صدقه الفطر او زكاه الفطر واجبه. وخلونا نتفق اتفاق بس عشان نزين لبس زكاة الفطر غير زكاة المال زكاة المال بيشترط فيها انك تكون غني يعني بلغت فلوسك نصاب فاصبحت غني اللي هو النصاب خمسة ما يعادل خمسة وتمارين جرام ده بعيار واحد وعشرين ويكون عد عليه سنة ولما يعد عليه سنة تخرج اتنين ونص في المية اما زكاة الفطر مش مرتبطة انت غني ولا فقير هي مرتبطه بانك تملك قوت يومك يعني لو انت النهارده ملك قوت يومك اللي هو فطار غدا عشاء وجبت عليك زكاه الفطر كمان لا يشترط المرور عليها سنه هي مرتبطه برمضان فانت بتخرجها في رمضان كمان هي مش مرتبطه انت صمت ولا ما صمتش ليه لان حتى اللي شهد رمضان وما صمش لانه كان عنده عذر كان مريض او كانت امراه لديها عذر او كان لسه طفل مولود قبل العيد بثلاث دقائق، قبل صلاة العيد بثلاث دقائق، وجبت عليه الزكاة، فزكاة الفطر بتخرج على مين؟ على الأفراد. على إيه؟ على عدد الأفراد، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها وجبت على كل المسلمين. كبير صغير ذكر آه، أنثى، ولد بنت، رجل إمرأة، وجبت الزكاة على هؤلاء، حتى سيدنا النبي قال وجبت على العبد العبد اللي هو كان ملك لسيده وسيده بقى يخرج عنه لانها بتخرج عن الايه؟ عن الافراد او عن الاشخاص. معنى كده ان لو عندنا دلوقتي في رمضان واحده حامل وجت ليله العيد ولدت وابنها اتولد وجبت عليه زكاه الفطر. طيب. زكاه الفطر هتخرج امتى؟ وده السؤال اللي الناس كلها بتسال فيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرجها ليله العيد. اول ما يشغلوا لك يا ليله العيد انستينا هوب يلا بقى هات الفلوس بتاعتك واخرج ده اللي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله بس لما تقعد تفكر كده هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه بيخرجها ليله العيد لان سيدنا النبي الغرض من الزكاه دي بالنسبه للفقير انه يفرح فكان يخرجها ليله العيد عشان الفقير ما ياخدش الفلوس دي فيصرفها فييجي يوم العيد يقول لي لا يا محسنين فكان يديها له ليله العيد عشان تبقى متوفره معاه بالاضافه انه ما كانش في مولات وسناتر ومحلات ومحتاجين نلف على المول الفلاني ونجيب البنطلون من حته والجزمه من حته والشنطه من حته يا راجل ده حتى الشراب من حته تانية خالص فاصبحت الـ 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 الفكره انه المعروض قليل والمكان واحد فلما اديله الفلوس النهارده ياخدها لكن وجدنا في في جمله الاحاديث بتاعه سيدنا النبي انه كان في احيانا بيدي الناس زكاه الفطر قبل العيد بيومين. فخدنا من الحته دي انه يجوز تقديم زكاه الفطر، ايه المشكله ان انا اخرجها بدري؟ طب البدري ده يجي امتى؟ عندي مذاهب قالت انه يجوز ان انا اخرج زكاه الفطر من اول يوم رمضان وتبقى مقبوله وزي الفل. وعندي مذاهب قالت انه يجوز اخراجها في اي وقت في رمضان، يعني اول رمضان، نص رمضان، اخر رمضان. وعندي مذاهب حضراتكم بتقول واللي انا بحبها وبعملها انا في زكاه الفطر تحديدا انه خلينا في العشر الاواخر يعني خلينا في المعقول في العشر الاواخر لناخذ برخصه التقديم وفي نفس الوقت نكون قريبين من فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن على كل اللي خرج زكاه الفطر خلاص خرج. طيب زكاه الفطر بقى حضراتكم قيمتها ايه؟ يعني انا هخرج زكاه الفطر كام؟ وقبل ما اقول كام ينفع اخرجها فلوس ولا ارتبط بالحديث بتاع سيدنا النبي صاعا من شعير او صاعا من تمر خلونا نقول كلام عملي ونقول كلام شرعي الكلام الشرعي ان السنه واخد بالك انما اقول السنه السنه يعني ايه يعني يجوز الفعل ويجوز المغيره طالما مش واجب طالما مش السنه اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في اخراج زكاه الفطر انه اخرجها حبوب ولما نيجي نشوف في العله ايه؟ العله ان ما كانش عندهم فيزا وما كانش عندهم اي تي ام وما كانش عندهم مرتب كل شهر وما كانش عندهم كشف المرتبات وروح يمضي ده كان عندهم الراجل يروح يزرع شويه النخل يجيب بلح ياخد البلح يطلع على السوق يجيب قمح يبدل المقيده فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج زكاة الفطر من غالب ما ينفع الناس فكان ما ينفع الناس ان الواحد ياخد شوية تمر ياكلهم عشان يتغذى بيهم أو ياخد شوية قمح يطحنهم فيعمل بيهم أكل، أو ياخد شوية ذرة فيطحنهم فيعمل بيهم عيش. هي الفكرة في كده. فكان دي العلة إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجها حبًا. وحتى لما جينا نتكلم في العلم نقول حبًا فقلنا من غالب قوت أهل البلد، يعني إيه؟ يعني لو في بلد القوت بتاعها الأساسي لوبيا ياخدوا لوبيا. بلد تانية القوت الأساسي بتاعها فول نخرج فول. بلد تالتة القوت الأساسي بتاعها رز نخرج رز. فهي من غالب قوت اهل البلد انت عايز تعمل السنة اتفضل اعمل السنة بس خد بالك ان اللي انت هتعمله ده في الوقت الحالي مش هينتفع به الناس هي العلة من زكاة الفطر ان ينتفع بها الفقير فلما اروح اديله اه اه الرز ما هوش عايز رز ده عايز يجيب بنطلون للواد فهيعمل ايه فيروح للراجل اللي بيبيع الرز يقول له ادي الرز اهو كيلو رز بكام دلوقتي يا اخوانا بكام؟ ب 10 جنيه؟ طيب كيلو الرز ب 10 جنيه. فهيروح للراجل يقول له انا الراجل جار الله يسهل له جاب لي زكاه الفطر 3 كيلو رز يعني 30 جنيه تاخدهم يا عم يقول له اه خدهم ب 10 جنيه. ال 3 كيلو؟ اه ب 10 جنيه. يبقى انا فتحت باب الاستغلال، يبقى انا اسد حاجه الفقير من ب... من الباب من نفسه، مش مش هخليه بقى يلف اللفه كلها، لكن اللي عايز يعمل السنه انا ما عنديش مشكله، واللي هيخرج فلوس هتبقى صحيحه وجائزه، وسندنا في ده راي للامام ابو حنيفه انه يجوز اخراج زكاه الفطر ايه؟ مالا، عد لي فلوس على الترابيزه يا مولانا، طيب. هخرج زكاه الفطر عن مين؟ زكاه الفطر هخرجها عن مين؟ بالبلدي ومن غير افواره ومن غير فزلكه اخرجها عن اللي بياكل معايا في الطبق يعني ايه اللي بياكل معايا في الطبق يعني مراتي يعني ابني اللي تلزمني نفقته يعني بنتي يعني لو ابويا وامي عايشين معايا في البيت وبياكلوا معايا في الطبق اخرج عنهم دول اللي تلزمني في فرق بين من تلزمني ومن يجوز ان اخرج عنه من تلزمني ابني اللي تحت جناحي ابويا وامي إن الناس اللي مالهمش معاش وقاعدين معايا في البيت وبياكلوا معايا مراتي دول تلزمني اه دول تلزمني ربنا يسالني اه يسالني طب يجوز اخرج عن مين بقى يجوز اخرج عن اي حد صاحبي اللي في امريكا في بعثه ومش عارف يخرج زكاه الفطر اخرج عنه واتصل اقول له ايوه انا بعتلك النهارده زكاه الفطر بدل ما تقعد تبعتلي في فوانيس وكحك على رسائل على الفيسبوك يا اخي حد يبعت لي لي يا مولانا خرجنا لك زكاه الفطر انا موافق أنا موافق، المشكلة يعني؟ بنهادي بعض بالطاع يجي واحد كده يقول له آه والله واحد وصديقه، يقول له بس خلاص الطلعة بتاعت السنة دي عليا، زكاة الفطر بتاعتك السنة دي عليا، يقول له لا يا عم، يقول له لا أنا خرجت لك، يقول له طب وأنا أخرج تاني، ما يجراش حاجة، لكن هل تجزئ عنك إن واحد صاحبك يخرج لك؟ أيوه، يجزئ إن الأب يخرج لإبنه اللي هو متجوز ومخلف، يجزئ، ويعرف ابنه يقول له يا ابني أنا خرجت لك زكاة الفطر بتاعتك. يجزي ان الاب يخرج لبنته وجوز بنته يجزي ويعرفهم منه يعني القصه في ايه ما دام حد ناب عنك جاز خلاص وقعت عنك سقطت عنك قيمتها ايه اذا كانت الفطره اللي انا اخرجها فلوس بكل بساطه كده علشان تبقى انت امير نفسك نصيب الفرد 3 كيلو غله يعني ايه 3 كيلو غله يعني تحسبها على الرز يبقى 3 كيلو رز تحسبها على الفول يبقى 3 كيلو فول تحسبها على الزبيب يبقى 3 كيلو زبيب. انت تختار بقى المتيسر ليك عشان بس ه... ه... في حكم كده هنقوله في النص. اللي هيحسبها على الزبيب نقول مثلا الزبيب ب 30 جنيه مثلا هيبقى مثلا انا ما مشتريش حاجه فانا مش عارف ب 30 فهيبقى ده 90 جنيه. اللي هيحسبها على الفول هنقول الفول ب 5 جنيه هيبقى 15 جنيه. طب ايه بقى مين هختار ازاي؟ على حسب طاقتي. راجل متوسط الحال هيحسب 3 كيلو فول يبقوا 15 واحد غني ومفخفخ والدنيا تمام ولسه الدنيا بالنسبه له بخير والدنيا عمره ولسه بيجيب مكسرات يحسبها على ايه على الزبيب ايه المشكله يبقى هي الغرض من زكاه الفطر مش ان احنا نشق على بعض او نثبت وحده او نثبت قيمه علشان تبقى ثابته وخلاص لا وده الناس اللي بيسالوا يا مولانا انتوا السنه دي دار الافتاء قالت كام نقول 13 جنيه مش شوية يا مولانا لا مش شوية ليه لانه هو بيحسب على الحد الادنى بيحسب على متوسط الناس الغني والفقير وتلاقي في البيان يكتب لك كده ايه اللي عايز يزود يزود فاحنا بنقول ده ايه ال 13 دي اللي تجزئ طب واللي عايز يزود يزود حسبناها على ايه حسبناها على فول مثلا نحسبها احنا على فول في واحد تاني يقول لك لا انا عايز احسبها على الزبيب واحد تاني مبشبشها معاه شويه يقول لك احسبها على اللوبيا عشان اللوبيا غاليه شويه واحد تاني يقول لا أنا مش هحسبها انا هقول يا عم الواحد ب 100 جنيه ايه المشكله 100 جنيه ده يعني ده الواحد ممكن يديها بقشيش لاي لأ حد في مكان في ناس كده فاخرجها في سبيل الله اذا الفكره ان زكاه الفطر ملهاش سقف هي ليها حد ادنى لو 13 جنيه اللي حددته دار الافتاء من خلال حساباتها اللي بتحسبها على غرض قوت اهل مصر اللي هو ممكن يكون الفول او الرز على حسب فتحسبها على المتوسط وتقول لك 13 الفقير يخرجها 13 الغني عايز يزود يزود استاذه منى بتقول لي معايا مين يا ام محمد سلام عليكم السلام عليكم دلوقتي يا اسلام وعليكم السلام يا ست الكل ام محمد كل سنه وانت طيب وانت سعيده ومتهنيه يسترك ربنا ويكبر بخاطرك اموريني بس عايزه أمنية بس قبل ما اسال سؤالي بتمنى بس من كل مسؤول عن برنامج الموعظه الحسنه يزودنا بس دلوقتي البرنامج شوية بأمر الله إن شاء الله احنا بنتمنى دائما تكون شاشة قناة دريم في تقدم مزدهر وعندنا ثقة في إدارة القناة وعندنا ثقة في مشاهدينا اللي بيدعمونا أمورنا يا ست أم محمد بالنسبة إسلام حقن الوريد بتفطر ولا لا بالنسبة لإيه يا بابا حقن الوريد حقن الوريد حاضر يا بابا حقن الوريد حاضر يا ست أم محمد ربنا يشفيك ويعافيك ويشفي كل مريض كنا زمان بنتكلم عن موضوع الحقن وقعدوا يقولوا لنا العضل يفطر والوريد ما يفطرش وشغلانه كده توصلنا من خلال علمائنا الافاضل ان الحقنه بشكل عام لا تفطر وريد عضل زي ما حقنه السكر ما بتفطرش برضو الحقنه ما بتفطرش الا اذا كان واحد بقى بيهزر وبياخد حقنه فيتامينات نقول له لا شكرا كتر خيرك ليه يا مولانا ما هي حقنه لا ما انت خدت الاثر بتاع الطعام اللي هو انك تتغذى لا ما تاخدش حقنه فيتامينات لو انت عندك ضعف وافطر انما واحد عنده بياخد حقنه مضاد حيوي بياخد حقنه مش عارف ايه خلاص لا تفطر قطره العين القطره اللي بتحطها في عينك لا تفطر الا اذا حسيت بمراره في بقك من العين لان في نسبه صغيره قوي ممكن تيجي من العين كده توصل للفم اذا حسيت بمراره في بقك تدفلها وخلاص ما تبقاش فاطر في واحد بيبقى عنده كده قطره الانف على اصح الاقوال انها لا تفطر لان الانف مدخل بدخل غير معتاد بس انا ممكن اجد طعم في بقي إيه؟ وجدت طعم في بقك تدفله على قد ما تقدر فاهم الفكره بخاخ الربو عندي رايين راي بيقول انه ما بيفطرش والراي اللي انا بحبه وبميل اليه انه بيفطر لان الراي اللي بيقول انه ما بيفطرش بيقول ده هو هوا لكن اللي الدكاتره يبقوا عارفين انه مش هوا ده بيطلع منه رذاذ ده بيطلع منه دواء ده لو هوا نبقى نعبي الهواء في ازاز والدنيا تبقى زي الفل ونبيع. لكن في راي محترم من المجامع العلميه الفقهيه بيقول انه ما بيفطرش. انا كاسلام النواب بميل انه بيفطر إنه بيطلع منه رزاز ودخل من مدخل معتاد عشان كده بنقول ان الحقنه ما بتفطرش لان ده مش مدخل معتاد، الوريد او العضل مش مدخل معتاد. جمهور العلماء على ان الحقنه الشرجيه اللي هي بيعادلها الشطاف بيفطر. الا ابن تيميه قال ما بيفطرش، ليه ابن تيميه قال لك؟ لانه مدخل غير معتاد، فابتدينا نميل شويه لراي ابن تيميه اذا كان في ضروره. واحد عنده حال الصيام امساك وتسبب له في الم كبير والدكتور كتب له على حقنه شرجيه. نقول له خلاص ناخد بالراي ده لانه ايه؟ مدخل غير معتاد. طيب. نعم يا ست منى. طيب، أستاذة فاطمه. ايوه. اهلا بك يا استاذه فاطمه. اهلا وسهلا بك السلام طيبين وحضرتك سعيده ومتهنيه يا رب أه انا عندي سؤال لو سمحت امور يا ست فاطمه يجوز زكاه المال لحا... للحمى هو كبير ومش داخل له معاش جوز بنته هيدي له الزكاه هو كبير وبيستعير يطلب منه علشان ما يحرجش بالراحه عليا بالراحه عليا يجوز زكاه المال للحمى يعني جوزك عايز يدي ابوكي فلوس ايوه وهو ابويا فقير و... طيب حاضر الحامه حاضر حلو السؤال ده. ست فاطمه بتقول لي، معاكي تاني حاجه يا ست منى؟ الست فاطمه بتقول لي هو يجوز زكاه المال للحمى اه يجوز للحم لو المال خدي بالك يا ست فاطمه، لو المال مال جوزك. انما لو مالك انت فلوسك انت ما ينفعش تدي ابوكي منها. تاني جوزك يدي ابوكي من فلوسه لانه حماه. انما لو الفلوس فلوسك ما تديش بابا من الزكاة ياخد من أصل المال لأن زكاة المال لا تجوز للأصول ولا للفروع يعني ما ينفعش أدي زكاة المال لأبويا جدي جد جد جدي جد 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 لو هم عايشين ما ينفعش ولا اديها لي ابني او ابن ابني او ابن بنتي او ابن 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 ابني اللي هو جاي مني طب وذنبه ايه ده يعني يعني يموت لا ده من الجوع لا ما يموتش من الجوع ده ما ياخدش من الزكاه ياخد من اصل المال، والنصاب يقل وماله ما نخرجش زكاة. ياخد من اصل المال لانه حته مني. لانه ايه؟ حته مني. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن الزكاه قال هي اوساخ الناس، يعني ايه اوساخ الناس؟ يعني بتلم المعاصي والاثام اللي انت عملتها في مالك فتخرجها، فما تديش لابوك من الفلوس دي، تدي لابوك من الاساس من الجميل. هي إيه الفكره مش معنى كده ان الزكاه وحشه يعني او احنا بنحتقر الفقير لا هي القضيه ايه ان ربنا بينظف مالنا بزكاه المال فانت مش هتدي لوالدك او والدتك التنظيف ده انت هتدي له الفوتيه نفسه هتدخله في اوضه النوم نفسها اللي هي ايه الفلوس نفسها ياخد من اصل المال طب ما كده النصاب هيقل ومش هخرج زكاة وماله يقل طيب حاجة مهمة في, 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 في زكاة الفطر هديها لمين زكاة الفطر حضرتك؟ هديها لمين؟ زكاة الفطر مصارفها مصارف الزكاة العادية وإن كنت أنا كإسلام أفضل إنها أختار من المصرفين دول الفقراء والمساكين تاني تاني زكاة الفطر مصارفها مصارف الزكاة العادية يعني يجوز أديها للفقراء والمساكين والغارمين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله على كلام بين العلماء أن في سبيل الله هو تجهيز الجيش أو أن في سبيل الله كل ما فيه مصلحة العباد فدخلنا في سبيل الله المستشفى اللي بتتبني والجامع اللي بيتبني بس أنا بفضل أن زكاة الفطر تروح فقراء ومساكين عشان صابح علينا بكرة الصبح عيد فهو محتاج يبقى ابنه عنده هدوم ويويوي. وخاصة إن أنا زكاة المال بتاعي لسه كنت باعت جزء للمستشفى دي وجزء للمستشفى دي وجزء لابن عمي الغلبان وجزء لبنت عمتي وجزء وجزء وجزء، فالفكرة في إن أنا أحاول أغني الفقراء اللي سيدنا النبي قال أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فلما أخدها أوجهها لمصرف ما اللي هو مثلا في سبيل الله، فأنا ما عملتش الوصية كاملة اللي هو أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. هل ينفع أخرج نعم. يا أم أحمد أهلاً وسهلاً. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة طيب يا دكتور يسعدك ويرضيك ويهنيك يا رب أنا من عايزة تليفونك عيني سيبي رقم تليفونك يا ست الكل حاضر ينفع أخرج زكاة الفطر على أولادي؟ ده سؤال بقى أهو أنت مش لسه قايل لنا زكاة المال ما ينفعش تتاخد لأولادي ينفع أخرج زكاة الفطر على أولادي؟ أيوه لو أنا راجل فقير يعني إسلام النووي دلوقتي راجل فقير معهوش فلوس ما عندوش قوت يومه فجاله راحت استاذه منى ايوه اللي في الاربيس على طول تقطع علينا تقول لي ايه خد يا اسلام يا نواوي ادي 100 جنيه زكاه الفطر انا موافق يا استاذه منى لسه جايب لك انا كيلو عسل امبارح المهم راحت بدياني ال جنيه وقالت لي خد دي وانا راجل غلبان انا راجل فقير اقوم انا واخد ال 100 جنيه دي واروح اديها الفقير تاني لا انفقها على اهل بيتي ما انت كده بال جنيه يا سيدي ملكت قوت يومك ما لو خرجت مني ما انا مش نلاقي فالفقير الذي لا مورد له ولا مال له لما الغني يدينه لما الغني هيدينه زكاه الفطر خلاص ينفقها على اولاده تحسب لي يا مولانا زكاه فطر تحسب لك لان من خير الصدقات ان تطعم اهل بيتك بطيب نفس يعني مش تقعد تقول لهم تزل مراتك تقول لها اللي جبت لك جلابيه في العيد يا بنت اللذينه لا ما ينفعش احبطت عملك في حاجة مهمة بقى لازم ننتبه إليها زكاة الفطر دي زي ما قلنا لها ميعاد السنة إن ليلة العيد بعد صلاة المغرب لغاية قبل الصلاة الجائز أنه من أول رمضان أو العشر الأواخر زي ما اتفقنا تعمل حسابك إنه تخرج زكاة فطرك قبل صلاة العيد يعني قبل ما الناس تصلي العيد قبل ما يخش ميقات صلاة العيد ليه لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخرجها قبل العيد كتبت له صدقة مقبولة يعني زكاة فطر ومن أخرجها بعده كتبت له صدقة من الصدقات راحت عليك يا برنس على طول كده بالبلدي ليه بقى احنا مرتبطين بوقت نحن نتعبد الى الله بالوقت ودي مشكلة تلاقي الناس ان شاء الله جي لك بعد ساعة او اتنين يخرب عقلك جبتها منين دي احنا امة تتعبد الى الله بالوقت احنا امة المفروض ان احنا نضعش وقت بنصلي باوقات بنصوم باوقات بنزكي باوقات بنحج باوقات ولذلك لازم نالف حاجه اسمها الوقت في الدين او انا لازم اكتب حاجه اسمها الوقت في الاسلام الوقت في الاسلام ده جزء مهم جدا من تمام العباده الزكاه عندك بوقت الحج عندك بوقت آه اللهم صل على رسول الله والصلاه بوقت والصوم بوقت فالفكرة أن ربنا سبحانه وتعالى بنتعبد إليه بالوقت سبحانه وقت السحر اللي هو وقت القبول ده وقت وقت الضحى بتاع صلاة الضحى ده وقت وقت الشروق علشان تقدر تصلي بعد ده وقت فإحنا نتعبد إلى الله إيه بالوقت فقلنا بقى أن زكاة الفطر حضراتكم لغاية قبل صلاة العيد صلينا العيد راحت عليك طب أعمل إيه هتخرجها برضه بس هتكتب صدقة هي في رقبتك هتكتب صدقة ما اتكتبتش زي بالظبط ايه الطالب ال... نعم يا أم مين؟ ام عمرو ده انا بحسبك هتقولي لي هديك ال جنيه فشر ده بتقولي فشر <تصفيق> <تصفيق> ام عمرو يا ست يا ام عمرو ازيك؟ اهلا وسهلا اهلا بيك وعليك. يا ست ام عمرو وعليكم السلام معايا الشيخ اسلام انا اسلام يا ست ام عمرو امري لو سمحت انا عندي انت هحرم بيت وقال يحرم عليا ما اخش انا ولادي وانا عندك ايه يا بابا معلش ما سمعتش بقول لك انا عندي سلفي جنب حرم بيت ما نمتش في فيه الصوت فيه حاجه يا اخوانا انا مش مش قادر اركز صوتك قولي تاني كده يا ام عمرو سيلفي ايه لي انا عندي سيلفي يا يعني انا سيلفي قال لي حرم مين بيت تنب. حرم بيته على مين؟ حرم بيته اللي هو لاولادي يناموا فيه ده المنبت في فيه حرم بيته ان هو ولاده ما يناموا فيه طب انت سمعت السؤال يا استاذ منى طيب معلش حاول تكلمينا تاني يا عمرو صوتك ما كانش واضح احنا قلنا ان احنا مرتبطين بقى في زكاه الفطر بوقت يعني ايه هخرجها قبل العيد طب العيد صليته وما حصلش ما خرجتهاش هتخرجها برضو وتتحسب عليك صدقه عاديه زي بالظبط الطالب اللي هو عنده سكشن فالسكشن لها نسبه حضور فيفضل يغيب يغيب يغيب, يغيب, يغيب. يغيب لغاية ما يجي ما نسبة حضوره ما, ما, ما كده يعني ما اقل من 75% هيخش الامتحان هو هيخش الامتحان بس مش هياخد الدرجات بتاعت نسبة الحضور فهو هتتقبل منه صدقه لكن مش هتتكتب تحت بند زكاة الفطر. طيب هنخرج بقى من المخرج بتاع الوقت بحاجه. طيب امتى يجوز تاخير زكاة الفطر وما تتحسبش عليا صدقه وتتحسب عليا زكاه فطر لو انا خرجتها بعد العيد اقوم انا اطلع فاصل واجي اقول لك فاصل ونرجع. وسلم يا حبيب الله